عودة لكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. بالفعل يشكل برنامج بروتيجيز علامة فارقة في إطار الجهود الشبابية التي تهدف إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالخبرات اللازمة للتفكير واتخاذ القرارات المناسبة. الحديث أكثر حول البروتيجيز باسمكم أعزائي المشاهدين، أنا أرحب بدانا حمادة مدير مشروع في برنامج بروتيجيز. حياك الله دانا وساعة المباركة. صباح الخير دانا. ودنا بالبداية نعرف المشاهدين شنو معنات كلمة بروتيجيز. أول شيء مشكورين على الاستضافة. ثاني شيء كلمة بروتيجيز هي كلمة لاتينية معناتها الشخص المحمي من قبل المرشدين. والبرنامج نفسه هو قائم على مجموعة من المرشدين في البرنامج مختصين في مجالات متعددة. فيت فكرة البرنامج أن مرشدين البرنامج حاولوا أنهم ينقلون الخبرة بين الأجيال ويقلصون الجاب أو الفجوة بين كل جيل وجيل. فبذلك جت فكرة إنشاء برنامج البروتيجيز. ممتاز. على طاري البروتيجيز والبرامج وأيضا العديد من الفعاليات اللي نظمها برنامج بروتيجيز، عندنا هذا التقرير عن البروتيجيز، نشوفه ونرجع لك مرة ثانية. بالفعل دعنا بعد ما شفنا هذا التقرير الجميل، وهذه ما هي دعاية كثر ما هي إيصال الفكرة الآن من بروتيجيز. لكن طبعا تكلمنا شنو معنى بروتيجيز، شلونية الفكره، لكن من هم الفئه ومن هي الفئه المستهدفه في هذا البرنامج؟ انتم منو تسعون انكم تضمون لهذا البرنامج؟ اول شيء ودي اوضح ان احنا منظمه البروتيجيز هي منظمه تم انشائها لهدفها كان تطوير الشباب، رفع الوعي بالذات من خلال تخريج جيل واعي مثقف يساهم في بناء مستقبل أفضل ممتاز. للمجتمع الكويتي، ومو بس المجتمع الكويتي، العالم ككل. فتحت المنظمة في عندنا برنامج البروتيجيز. الحين برنامج البروتيجيز يقام كل سنة، بدايته كانت في 2010، احنا تقريبا خرجنا 6 أجيال والحين بادين بالجيل السابع. فكل سنة يقام برنامج البروتيجيز، يتم اختيار 25 طالب لكل جيل من أعمار 16 إلى 24. البرنامج مفتوح للجميع. البرنامج المرشدين البرنامج هم اللي يقومون في مقابلات المتقدمين للبرنامج. هم يتم اختيار 25 طالب كمجموعة من قبل المرشدين. الحين المرشدين في خلال المقابلات يحاولون على كثر ما يقدرون أنهم يختارون مثل ما قلت الطلبة كمجموعة، وأيضا يحاولون أنهم يلاحظون الأشياء في المتقدم نفسه، يعني إذا كان هو وده يغير من نفسه وأنه مو لاقي المكان اللي يمكن يقدر يسوي فيه ويحقق فيه. أو في بعض وايد من المتقدمين أنهم مو عارفين وين يروحون حق جامعة، مو عارفين إذا هم على الرايت باث، أو مثل ما تقولون إنهم لقوا الباشن مالهم في حياتهم. فالمرشدين على كثر ما يقدرون إنهم يرشدون الطلبة لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم. يعني المرشدين دورهم يكون بالبداية مع نسميهم الطلبة باختيارهم، وطول فترة المشروع إنه يكونوا كجايدنس مثلا لهم. عدل، المرشدين يكونون من يعني البروسس، العملية الاختيار من دي 1، من اول يوم من خلال المقابلات، وهم خلال 6 اسابيع المكثفة اللي هي تكون 4 اسابيع تقريبا في داخل الكويت وتقريبا اسبوعين خارج الكويت. المرشدين يكونون يعني موجودين مع طلبة طول الوقت. وبنفس الوقت نخصص وقت بين المرشد وبين الطالب لنقل خبرات، لأن عندنا إحنا وايد مرشدين مختصين في مجالات متعددة، ففرصة حلوة إنهم ينقلون خبراتهم حق الطلبة اللي ممكن يحتاجون يعني جايدنس بهالمجال. وبعدين عقب 6 أسابيع الطلبة لازم يشتغلون على مشروع. المشروع هذا يتم اختيار الموضوع من قبل الطلبة نفسهم. احنا كمرشدين في البرنامج وكيعني تيم، بس احنا موجودين بس نساعد الطلبة اذا مثلا احتاجوا مساعدة في شيء معين. لكن احنا نخلي الطلبة هم يشتغلون بروحهم، يعني لان هم المشروع مالهم. وعقب هس يعني لازم يسلمون المشروع وذن 3 اشهر تقريبا، 96 يوم. بعدين يتم تقييم المشروع نفسه. المشروع يمكن يقدر يغير الكويت او يغير العالم. احنا عندنا يعني وايد مشاريع للاجيال السابقه كانت مشاريع جدا جميله. مثل شنو؟ مثلا يا على بالي مشروع الجيل الخامس، هو مشروع اسمه رقش. رقش اللي يجمعوا فيه كتب ويوزعونها للاجئين. رحنا مرتين مقيم الزعتري في الاردن مع سفير الكويت هناك
دكتور حمد لدعيد ساعدنا ان نوزع تقريبا يجمعوا 30,000 كتاب، والحين هم بنوا مكتبة في مصر يبون يحطون فيها الكتب اللي معاها، ومشروع الجيل السادس اللي توه تخرج مسرحية سووا اسمها مقام الحياة. طبعا الطلبة نفسهم هم اللي كتبوا أغاني، الأغاني هم اللي صمموا المسرحية، هم اشتغلوا على الميك اب على الديكور، يعني من A to Z مثل ما يقول اشتغلوا على كل شيء هم كطلبة. بالفعل. لكن أنت توك يوم عرفتي البروتيجيز قلتي هو مشروع أو بروجرام برنامج يتبع منظمة. شنو هذه المنظمة؟ هي منظمة البروتيجيز اسمها؟ هي منظمة البروتيجيز تحتها برنامج البروتيجيز اللي هو يقام كل سنة. طيب شنو غير برنامج البروتيجيز تحت المنظمة؟ في أشياء ثانية؟ حالياً إحنا لأن عقب 6 سنين بس يعني صار في عندنا مثل تأسسنا عدل، فالحين المين فوكس يعني الأساسي هو البرنامج نفسه، وإن شاء الله ما يمنع هذا شيء إن شاء الله في المستقبل إنه هم يصير عندنا مشاريع ثانية. دعنا ناخذ شوية دقائق بنشوف هالتقرير مع المشاهدين ونرد نواصل حوارنا. احنا بالبروتيجيز كل الخبرات بمكان واحد، تعلمت وايد اشياء. يلعب مخنا شي هو صدق تعبنا ويهلكنا، يعلمك اشياء ما تقدرين تتعلمينهم من كتب. انا يعني صار لي بالبروتيجيز كم 4 ايام اي شهر كنا سنه، كل واحد فينا استفاد بطريقه او باخرى. انا كوني من البروتيجيز استانس ولي الفخر من واحد من 100 شخص اللي لما الحين ومن البروتيجيز. دانا تشوفون يعني بعد ما يتخرجون مثلا كل جيل من عندكم مثلا تصادفتهم بعد فتره او تواصلون معاهم تشوفون وين وصلوا وهم لحدين على الرايت تراك ولا لا؟ الشيء اللي يميز البرنامج البروتيجيز احنا عندنا مثل ما يقولون الالمناي سيستم كوميونتي عندنا وايد قوي. الجيل اللي يتخرج عقب ما يخلصون فترة المشروع ويتقيم المشروع ويأخذون جريد عالي ينضمون حق عائلة البروتيجيز احنا نسميها. عقبها اللي حاب انه هو يعني على قولتهم to give back او انه يساهم او شيء يبدي في تدريج. اول شيء يرجع للطالب اللي متخرج يساعدنا حق الجيل اللي وراه. فعندنا طبعا احنا يعني كل سنه يعني مده الترتيبات حق الفتره الصيفيه 6 اسابيع تاخذنا طول السنه، فنحتاج يعني المساعده على كثر ما نقدر. فالطلبه اللي يتخرجون من الجيل السادس او حتى من الجيل الاول يجون ويساعدونا في ترتيبات حق الاجيال اللي جايه كفتره مقابلات او فتره يعني تنظيم حق 6 اسابيع نفسها. وبعدين اذا يعني الطالب يعني اثبت نفسه يمكن يصير هو مثل نسميه الكونسلر، هو المستشار حق الجيل اللي وراه. وبعدين عقب كم سنه يقدر يصير منتورز، يصير ون اوف ذا منتورز. احنا عندنا مثلا ايمان الرشيد ومحمد منيخ كانوا طلبه في الجيل الاول في 2010، والحين ما شاء الله صاروا مرشدين في البرنامج. ايمان صارت مرشده في الجيل الخامس، ومحمد منيخ اتوقع اي ثينك بدا في الجيل الرابع صار منتر. صحيح حق الاجيال. بالفعل. دانا كلمينا شويه عن اللقاء اللي جمعكم بسمو امير البلاد. اللقاء يعني جدا كان مميز. احنا طبعا قابلنا سمو امير البلاد وولي العهد بعد قابلناهم في 2010. والجيل الاول قابله وتحت تكلم معاه عن مشروع الجيل الاول وشنو هو. فيعني عقب مرور 7 سنين فقلنا لازم نقابله مره ثانيه على اساس نشاركه في الانجازات المنظمه نفسها، لانه هو كان وايد مهتم في المنظمه وفي انجازاتنا. فكانت وايد فرصه حلوه ان احنا مو بس نشاركه في الانجازات، جبنا يعني كذا طالب من كل جيل وقالوا له عن انجازات الجيل نفسه. فكان لقاء جدا مميز، وبدايه اللقاء كان في القاء النشيد الوطني على طريقه الاكابيلا، قدموها الجيل السادس، تدربوا على النشيد في كلية بوسطن لما كنا موجودين في الصيف، فكان لقاء جدا مميز. تمام. ودي دانا اسالك، اكيد انتم الحين تحددتوا ان 25 طالب تختارونهم حق كل جيل، بس اكيد انتم قعدتيكم طلبات يعني كثيره صح؟ عدل. ما في بالكم مثلا يعني يمكن او يعني في الاجنده عندكم بعد كم سنه يزيد الرقم عن 25 عشان الناس اكثر تستفيد؟ احنا اكيد يعني في 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 البروتيجيز احنا نحاول نعطي كل طالب كل متقدم يعني الفرصه انه يكون جزء من البروتيجيز نفسه.
وصحيح ان كل جيل 25 كرسي، بس 25 كرسي نسبة حق المرشدين اللي موجودين يعني مثل ما يقولون عدد يعني بيرفكت، مثل يعني لان ما نبي نقبل طلبه وايد ويضيع حقهم وما يقدرون يعني ياخذون الوقت المحدد مع المرشدين. بس ان شاء الله يعني في المستقبل اذا زادوا عدد المرشدين هم راح نزيد عدد الطلبه، وهم ودنا نسوي مثل احنا نكون في فصل الصيف، فهم ودنا نسوي انه يكون البروتيجيز هم يعني في عطلة العيد الوطني او العيد الربيعي نص السنه، اجازة نص السنه. يس دانا ايضا في شغله ثانيه عن البروتيجيز، يعني احنا دائما نشوف ما شاء الله نشوف هذه اللقاءات خلال اربع اسابيع تدريب وبعدها اسبوعين برا الكويت، لكن ليش ما نشوف اشياء في داخل دوله الكويت ملموسه على ارض الواقع من قبل البروتيجيز؟ يعني ليش ما يصير في مثلا يوم مفتوح حوار مع الناس؟ الحين مو كل الناس قدروا انه يدشون 25 وركشوب مفتوح للناس، مو شرطين ينخرطون بالبرنامج، ولكن فقط لإبراز دور البروتيجيز داخل الكويت. الآن هو دور متعارف عليه معروف ما شاء الله بالكويت وبرا الكويت، ولكن أيضا إعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشباب. إحنا في البروتيجيز كل سنة خلال الصيف يكون في عندنا مثل محاضرة نكون مبطلينها حق يعني العامة اللي يقدرون يحضرون، فهذه هم هذه فرصة حق في بداية المحاضرة نتكلم عن البرنامج، نتكلم عن مخرجات البرنامج، وخاصة انه في وايد اولياء من الامور مو فاهمين البروتيجيز ومو فاهمين وين يوجهون عيالهم. فاحنا ناخذ هذه الفرصة ان احنا نبطل المحاضرة حق العامة اللي يحضرونها، وهم التخرج يكون مبطل حق العامة انهم يحضرون. فهذه يعني يمكن ايفنتات صغيرة، لكن احنا هم ان شاء الله يعني قريب انه ودنا هم نفتح يعني نسوي اكثر من ايفنت خلال السنة، بس عشان نعرف الناس شنو البروتيجيز وشنو مخرجات البروتيجيز. بالختام دانا، بمستقبلكم شنو تشوفين؟ وين ممكن توصلون او تحققون؟ سؤال وايد حلو. يعني احنا ودنا الحين المين فوكس مال البروتيجيز ان احنا نوصل حق عدد اكبر من الطلبه، مو بس بالكويت، بخارج الكويت، لان احنا على مدى يعني 6 سنوات السابقه قبلنا يعني 8 جناسي غير الجنسيات الكويتيه، فهذا هم شيء حلو، ودنا هم بعد نكبر. ان شاء الله بعد ودنا انه يكون عندنا مقر حق البروتيجيز. احنا الحين عندنا مكتب صغيرون على قدنا، لكن ودنا ان احنا نتوسع ويكون عندنا مقر اكبر، علشان مو بس نفتح حق طلبه البروتيجيز، ودنا هم اللي يبي يتعلم شنو البروتيجيز يقدر يجي البروتيجيز ويقدر يقابل الطلبه ويتعرف عليهم ويتواصل معهم، وعشان في تبادل خبرات، وهم هذا الشيء يشجعهم على اساس ان يقدمون في البرنامج. اكيد في نهايه اللقاء شكرا لك دانا والقائمين على برنامج البروتيجيز خلال 6 سنوات والحين داشين بالسنة السابعة، قواكم الله، نتمنى بعد نشوفكم أعلى وأكبر. شوفكم، نتمنى يوم من الأيام أنكم يعني هي فكرة نشوفكم بيوم من الأيام في مقر الأمم المتحدة داخل المقر إن شاء الله، ترفعون المايكات وتتكلمون باسم الكويت أول شيء طبعاً، ثاني شيء باسم البروتيجيز إن شاء الله. إحنا تم اختيار برنامج البروتيجيز من قبل إدارات الناجحة من قبل الجامعة العربية، فهذا هم إن شاء الله فيوتشر، فهم إن شاء الله خطوة حلوة، وإن شاء الله الأمم المتحدة بإذن الله. أتمنى لكم خطة ثابتة يا رب، وتأثرون على أكبر عدد ممكن تقدرون تأثرون فيه من الشباب الجيل الصاعد الحين يا رب. مشكورة، يعطيك العافية، كل التوفيق لك دانا. شكرا يا دانا، الله يسلمك. أعزائنا المشاهدين، عندك فاصل تبين تطلعين؟ إيه والله، نطلع فاصل شوية نريح مشاهدينا ونرجع لكم بعد هالفاصل الصغير.